أعطينا أن A, B, C, D, E, F سداسي أضلاع منتظم hexagon، وهذا الجزء من سداسي الأضلاع يوضح أننا نتعامل مع 6 أضلاع ويمكنك أن تقوم بعدهم، ولا يجب أن تبلغ مسبقاً أنه سداسي الأضلاع، لكن الجزء المنتظم يسمح لنا بمعرفة جميع الأضلاع، أن جميع الأضلاع 6 تمتلك الطول ذاته وجميع الزوايا الداخلية لها نفس القياس. هذا كافٍ، ومن ثم فقط أعطي لنا طول واحد من الأضلاع، وبما أنه سداسي الأضلاع منتظم فإنه في الواقع يكون جميع الأضلاع متساوية، وهذا الضلع طوله 2 ضرب الجذر التربيعي لـ3، وكذلك جميع هذه الأضلاع، كل واحد من هذه الأضلاع يساوي 2 ضرب الجذر التربيعي لـ3، والمطلوب منا أن نجد مساحة سداسي الأضلاع هذا. أوجد مساحة A, B, C, D, E, F، وأفضل طريقة لإيجاد المساحة بشكل خاص مساحة المضلعات هي أن تحاول قسمته إلى مثلثات، والسداسيات نوعا ما تعتبر حالة خاصة. ربما في العروض القادمة سنفكر بالحالات العامة لأي مضلع. بالنسبة لسداسي الأضلاع، ما يمكن أن تفكر به أنه إذا أخذنا هذه النقطة ودعونا نسميها G، الآن دعونا نفترض أنها مركز سداسي الأضلاع، وعندما أتحدث عن مركز سداسي الأضلاع فأنا أتحدث عن نقطة لا يمكن أن تكون المسافة إليها متساوية من أي نقطة تقع على سداسي الأضلاع لأنه ليس دائرة، لكن يمكن أن نقول أن المسافة متساوية من جميع الرؤوس. إذن جي دي تساوي جي سي تساوي جي بي، وأيضا يساوي جي اي وجي اف ويساوي جي اي. سأرسم بعض من هذه النقاط التي تحدثت عنها، هذه جي اي، هذا جي دي، هذا جي سي، جميع هذه الخطوط تكون متساوية، إذن هنا نقطة جي تسمى بالمركز، أي مركز سداسي الأضلاع، ونحن نعلم أن هذا الطول مساويا لذاك الطول ومساويا لهذا الطول أيضا ومساويا لذلك الطول وذلك، ونحن نعلم أنه إذا درنا حول الدائرة بهذا الشكل سنقطع 360 درجة، ونعلم أن هذه المثلثات جميعها ستكون متطابقة. وهناك عدة طرق إذا أردنا أن نوضح ذلك، لكن أبسط طريقة هي أن لديهما ضلعان جميعهم يمتلكون هذا الضلع وهذا الضلع المتطابق، لأن جي تقع في المركز وجميعهم يمتلكون هذا الضلع الثالث المشترك الذي طوله 2 ضرب الجذر التربيعي لـ3، إذن جميعهم وباستخدام تطابق ضلع وضلع وضلع يكونوا متطابقين، وبما أنهم متطابقين فإن هذه الزاوية الداخلية ستكون نفسها لجميع هذه المثلثات الستة، وربما سنسمي هذه بX، هذه الزاوية X، وهذه X، وهذه X، وهذه X، وهذه X، وهذه X، وإذا قمت بجمعهم فأنت بذلك تدور حول الدائرة، سنحصل على 360 درجة، ولدينا 6 من هذه الX، سنحصل على 6X، بالتالي تساوي 360 درجة، نقسم كلا الطرفين على 6 ونحصل على X تساوي 60 درجة، كلها تساوي 60 درجة. الآن هناك شيء مثير للاهتمام، نحن نعلم أن هذه المثلثات على سبيل المثال المثلث جي بي سي، ويمكننا فعل ذلك لأي من هذه المثلثات الستة، هذه تبدو كقطعة فطيرة، لكننا نعلم أنها مثلثات متساوية الساقين بلا شك، حيث أن هذه المسافة مساوية لهذه المسافة، إذن يمكننا استخدام تلك المعلومة لإيجاد الزوايا الأخرى، لأن هذه زاويتا القاعدة، إنه مثلث متساوي الساقين فيه ضلعان متساويان، إذن زاويتا القاعدة هذه الزاوية ستكون مطابقة لتلك الزاوية، ويمكننا أن نسمي هذه بواي. إذن لدينا y زائد y وهي 2y زائد 60 زائد 60
يساوي 180، لأن الزوايا الداخلية لأي مثلث مجموعها هو 180، ثم نطرح 60 من كلا الطرفين ونحصل على 2 واي يساوي 120، نقسم كلا الطرفين على 2 فنحصل على واي تساوي 60. الآن هذا الشيء مثير للاهتمام، لم أقم بفعل ذلك مع أي من المثلثات، جميع هذه المثلثات 60 60 60، وقد قمنا بإثبات هذا منذ البداية عندما بدأنا بدراسة المثلثات متساوية الأضلاع. نحن نعلم أن جميع زوايا المثلث تساوي 60 درجة، وأننا نتعامل مع مثلثات متساوية الأضلاع، ما يعني أن جميع الأضلاع لديها نفس الطول. إذن هذا طوله 2 ضرب الجذر التربيعي لـ3، وهذا أيضا 2 ضرب الجذر التربيعي لـ3، وهذا 2 ضرب الجذر التربيعي لـ3 أيضا، أي أن جميع هذه الأضلاع الخضراء سيكون طولها 2 ضرب الجذر التربيعي لـ3، وبالطبع نعلم ذلك لأن سداس الأضلاع هذا منتظم، حيث أن كل ضلع خارجي من سداس الأضلاع يساوي 2 ضرب الجذر التربيعي لـ3. إذن الآن يمكننا استخدام تلك المعلومة، يمكن استخدام تلك المعلومة لإيجاد في الواقع لا يتوجب علينا إيجاد هذا الجزء، سأريكم بسرعة لإيجاد مساحة أي واحد من هذه المثلثات، ثم نضربه بـ6. دعونا نركز على هذا المثلث، فكروا في كيفية إيجاد مساحته. نحن نعلم أن طول DC يساوي 2 ضرب الجذر التربيعي لـ3، فيمكننا أن نضع هذا الارتفاع هنا، سنضع الارتفاع هكذا، ثم إذا وضعنا ارتفاع نحن نعلم أن هذا المثلث متساوي الأضلاع، ويمكن أن نوضح بسرعة أن هذان المثلثان متماثلان، كل من هاتان الزاويتان يساوي 90 درجة، ونعلم بالطبع أن قياس كل واحدة من هاتان الزاويتان يساوي 60 درجة. ومن ثم إذا نظرت إلى كل واحد من هذان المثلثان بشكل مستقل، فعليك أن تقول حسنا يجب أن يكون مجموع زوايا كل مثلث هو 180، إذا هذه يجب أن تكون 30 وهذه يجب أن تكون 30 درجة، جميع الزوايا متساوية وكلاهما أيضا يتشاركان بضلع، إذا هذان المثلثان متطابقان. إذا أردنا أن نجد مساحة هذه القطعة الأوسع من هذه الفطيرة، فيمكن أن نجد مساحة هذه القطعة أو هذه القطعة البديلة ثم نضربها بـ2، أو يمكننا أن نجد هذه المساحة ونضربها بـ12 لسداس الأضلاع جميعه. إذا كيف نجد مساحة هذا الشكل؟ حسنا، ستكون نصف طول القاعدة، نصف طول هذه القاعدة، هذا الطول الموجود هنا، دعوني أسمي هذه النقطة بـH. dH يساوي الجذر التربيعي لـ3، وأتمنى أننا بالفعل ندرك أن هذه المثلثات قياس زواياها 30 60 90، دعوني أرسمه هنا، هذا المثلث قياس زواياها 30 60 90، ونعلم أن هذا الطول يساوي الجذر التربيعي لـ3، نعلم ذلك وقد قمنا بحسابه بالفعل. هذا يساوي 2 ضرب الجذر التربيعي لـ3، أو في حقيقة الأمر ما نحتاجه بالفعل هو إيجاد هذا الارتفاع، ومن المثلثات التي قياس زواياها 30 60 90 درجة، نحن نعلم أن الضلع المقابل للزاوية التي قياسها 60 درجة يكون قياسه الجذر التربيعي لـ3 ضرب الضلع المقابل للزاوية التي قياسها 30 درجة، إذن هذا سيكون قياس الجذر التربيعي لـ3، الجذر التربيعي لـ3 ضرب الجذر التربيعي لـ3، الجذر التربيعي لـ3 ضرب الجذر التربيعي لـ3 يساوي 3، إذن هذا الارتفاع الموجود هنا يساوي 3، فإذا أردنا مساحة هذا المثلث، أي هذا المثلث الموجود هنا، الارتفاع ضرب القاعدة ضرب نصف، نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع، إذن مساحة هذه القطعة البديلة تساوي نصف القاعدة، أي هذه القاعدة الموجودة هنا. في الواقع دعونا نعود خطوة للوراء، ليس علينا أن نهتم لهذا الشيء، دعونا نذهب بشكل مباشر إلى المثلث الأكبر GDC. إذن دعوني أرجع هذا قليلا، لأن الآن لدينا قاعدة وارتفاع هذا الشيء كله. إذا كنا نهتم لأمر مساحة المثلث GDC،
أنا الآن أنظر إلى أنا الآن أنظر إلى هذا المثلث كله. هذا يساوي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع، ما يساوي نصف كم قياس القاعدة؟ نحن بالفعل نعرف قياس القاعدة، إنها تعتبر ضلع من أضلاع السداسي وتساوي 2 ضرب الجذر التربيعي لـ3، أي كل هذا. إذا 2 ضرب الجذر التربيعي لـ3، ومن ثم سنضرب هذا ضرب الارتفاع، وهذا ما أوجدناه باستخدام قياس زوايا المثلثات 30 60 90. الارتفاع يساوي 3، إذا ضرب 3 نصف واثنان تلغيان بعضهما، ويتبقى لدينا 3 ضرب الجذر التربيعي لـ3. هذه هي مساحة واحد من هذه الأوتاد الصغيرة الموجودة هنا. إذا أردنا أن نجد مساحة سداسي الأضلاع كاملا فعلينا أن نضرب ذلك بـ6، لأنه يوجد لدينا 6 من هذه المثلثات. إذا ستساوي 6 ضرب 3 ضرب الجذر التربيعي لـ3، أي تساوي 18 ضرب الجذر التربيعي لـ3، وانتهينا.